تسلق مخمورين والدخول إلى حرم ثانوية ومباشرة الاعتداء علي مباشرة بخنجر وبكلام بذيء وكأنهم لي مرسولين لي وحدي فقط. تم الاعتداء علي وخرجوا من الباب الرئيسي للثانوية. بعدها للعلم فإن مصالح الشرطة سلعين مصالح الشرطة في الحين في إطار عملية توقيف هؤلاء المشبوهين أو المجرمين تم الاعتداء على شرطيين وكل شرطي عنده 21 يوم شهادة طبية. نتخذوا إجراءات على مستوى مديرية التربية نكتبوا لها نديروا دي كومونيكي أترافير لابريس pour garantir la sécurité de nos enfants et des enseignants, voilà, au niveau des établissements scolaires.